الحلو بتاعنا شوكولاتة موس او موس الشوكولاتة، فيه شوية يعني هو بيتقسم لكذا وصفة تمام. وفي الاخر بنجمعهم مع بعض في نفس انا شايفه الوقت. ان في مقادير كتير، بالظبط، وفي نفس دي كلها الوقت خطوات. كل دي خطوات، وفي نفس الوقت كل خطوة فيهم بنقدر نستخدمهم استخدام تاني خالص بعيد عن الوصفة اللي هنعملها النهاردة. ياسمين معانا النهارده، هتقول لنا ايه يعني هتقول لنا المقدار بالظبط او المكون، بالظبط. وهتقول لنا نستخدمه في ايه غير الموس. حلو، هنعمل الكريم باتيسير او الكاسترد بطريقه نقدر نستخدمها بيها في اي حاجه في المطبخ، يعني هي خلاص بقت وصفه نحشي بيها ثابته اي حاجه. نحشي بيها اي حاجه. تمام. اللبن بنحطه بنسخنه مش بيغلي. معانا السكر، لا دي انا مالك، معانا سكر ونشا. مقادير هتنزل معانا على الشاشه. أوه. طيب اللي نازل ده الاول اصلا مقادير الكيك. ماشي معلش، ده ماشي. اوكي، اول حاجه اللبن بنحطه على النار. ثواني ياسمين، بصوا هو دلوقتي نازل معاهم مقادير الكيك. طيب. معانا 200 ياسمين هتشتغل بالجرامات عشان حبايبنا اللي عندهم ميزان. تمام، يبقى هو عشان معوده حبايبنا الكوبات. ان انا بتعامل يعني حتى لو حاجه فيها ميزان بعمل ميزان. تمام، كوبات. وبروح معايرها لهم في كوبايه. في كوبايه. طيب هي بس عشان الحلويات بالذات بيبقى لازم لازم ميزان. ميزان. تمام. عشان تطلع الحاجه مظبوطه. تمام. ممكن هنلاقي في بدايل الميزان بالكوبايات المعياريه. هنقدر بالظبط هنقدر بتسهل علينا بعد كتير. كده عندنا 250 جرام دقيق، 10 جرام بيكنج باودر، 40 جرام كاكاو خام، 200 جرام من السكر، 3 بيض، 3 جرام فانيليا، 125 ملي ميه دافيه، 125 ملي زيت سندباد. ده مقدار الكيك. بالظبط، ممكن نبدا في الكيك مفيش مشكله زي ما انت عايزه. اوكي، الكيك اول حاجه بنعملها دقيق، بنحط مكونات الجافه كلها مع بعض الاول. تمام. دقيق، كاكاو، والبيكنج باودر. تمام، لازم يا اما ننخلهم يا اما بمضرب زي كده بنبدا نخلطهم. تمام، دي حاجه. باجي هنا بكون محضره كزرول بقى او حاجه صنانه كده زي كده، بكون حاطه فيها مقدار ميه. تمام. اللي هو قدامنا 125 جرام ميه و 125 جرام زيت، بنحطهم يسخنوا على الميه والزيت هتلاقيهم موجودين. لا مش ممكن ناخد على طول يعني. طيب الزيت اهو، عندي كزازه مفتوحه ممكن نحط زيت 125 يعني على قد نص كوبايه. نص كوبايه تقريبا، نص كوبايه من المج اللي احنا بنستخدمه في البيت. ميه اهي، لازم نحطهم على النار يبقوا يغلوا غلوه ويبقوا جاهزين معانا. ليه بقى يا ياسمين؟ هو احنا بنعمل الشوكليت فادج او كيكه الفادج، فكيكه الفادج التكنيك بتاعها ان احنا بيبقى في زيت وميه على النار بيسخنوا وابدا انزل بيهم بالتناوب مع الدقيق. تمام. في البوله اللي هنعمل فيها البيض. تمام، دول عبال ما بيسخنوا انا عايزه بس عشان يبقوا هم مركزين معايا. اوكي، الكيك ده كيك فادج. بالظبط، احنا ممكن نولع دي الاول. هل الوصفه بتاعت النهارده لازم كيك فادج ولا ممكن نعمل اي لا كيك؟ لا ممكن نعمل اي كيك، سبونج عادي ابيض. ايوه. ممكن بسكوت زي طبقه التشيز كيك، بسكوت وزبده مفيش مشكله. ممكن دي كلها اختيارات ياسمين بتقولها عشان بالزبط. لما نيجي نعمل الصنف ممكن اي كيك شوكولاته عادي، ممكن حاجه كيك ريد فيلفت، الكيك بتاع السيسرول. تمام، اي حاجه. احنا دي طبقه بتبقى موجوده مع الشوكليت موس بتدي طعم احلى وبتدي طعم غني للكيك. انا هنا عندي البيض، 3 بيضات، بيض وسكر، ومحط البيض والسكر على بعض ما اسيبهمش وامشي عشان ما يتحرقش. وبكون محضره مضرب كهربا. بالظبط، بضربهم لحد ما يبقوا خليط فاتح كريمي. بالظبط، طبعا بيض يبقى لازم فانيليا. انا هنا ببقى متابعه الحلو قوي. انا حابه كده شكلها حلو. هما تقريبا بقى لهم 10 دقايق. بص شكل الفراخ المقرمشه لونها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره نفس الطريقه دي مع الصدور الكامله او الشيكن ستريب بتبقى تحفه. والتشيكن وينجز برضو بنفس الطريقه دي. نقفل المضرب، عايزاكي تقولي لهم عشان نبقوا عارفين ان احنا نستخدمها في ايه تاني. بصوا احنا لازم نضرب كده
كده تمام. اوكي بعمل ايه؟ انا مجهزه الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر اهم خلطاهم، وادي الميه والزيت سخنه. بعمل ايه؟ انا عندي خليط البيض برضو جهزته. بعمل ايه؟ مجرب بمضرب على مهلك. اوكي مضرب سلك برضو. مرحله خلط الدقيق بالبيض تمام. لازم بالايد، يا اما بسباتيول او بمضرب، بلاش بلاش مضرب الكهرباء عشان مش عايزين نعمل عرق يعني. تمام. خليط الميه والزيت مع ده مع خليط الدقيق بحطه بالتناوب، ببدا بالدقيق يعني شويه دقيق وشويه شوية ميه وزيت، ابدا بالدقيق وانهي بالدقيق. تمام. انا هحط شويه بقلب في اتجاه واحد كده من فوق لتحت. خلوا بالكم التكنيك ده يعني، حتى لو مش هتعملوا الموس شوكليت، لو هتعملوا كيك فادج عادي، اي كيك عادي بالتكنيك ده، بالذات لو في سايل يعني. انا لو معايا كيك فيها لبن، فيها عصير برتقال، فيها حاجه، بخلي حاجه السايله مع دقيق بالتناوب. بصوا طبعا يعني ارجع اقول كل شيخ وليه طريقه. كل شيخ وليه طريقه، هنا مش هنقول كل شيف وليه طريقه، لا كل شيخ وليه طريقه. يعني ياسمين دلوقتي التكنيك بتاعها ان هي بتحط، حتى لو مش كيك فادج، لو اي كيك بحط اي في سوائل عصير لبن ميه ايا كان، بتحطي بالتناوب شويه من الدقيق وشويه من السوائل لحد ما بتنهي كميه الدقيق كلها خالص. انا عن نفسي كله على بعض. لا يعني انا بحط البيض والسكر والحليب وكل السوائل الاول واضربها كويس جدا مع بعض لحد ما تفتح اللون بتاعها ويبقى. هقول لك ليه ما بعملش كده، لان ده لما هنزله على البيض انا بضربه عشان يعمل فوم معايا ويفتح. اول ما احط عليه السائل بياخد نسبه من الفوم اللي انا عملته وبيخليه يهبط. تمام. فعشان كده انا ما بحطه بالتناوب عشان احافظ على الفوليوم اللي انا عملته في دي وجهه اللي عملته في تمام. دي برضو وجهه نظر مختلفة عند ياسمين. يعني انا بالنسبة لي ادام حاطين بيكنج باودر وادام حاطين مثلا معلقة خل كل، او لو حاطين بقى يا سلام كمان مضرب بيكنج صودا، رشة بيكنج صودا، حسب كل الوصف. ده بترفع لي الكيك وبتساعد ان هو يكون هش وعادي. تمام. اوكي فبحط السوائل كلها وارجع احط بعديها المواد الجافة واقلب عادي كده. حلو قوي. فاحنا التكنيك بتاع ياسمين برضو كل واحد زي ما بقول لكم كده بالظبط، هي تكنيكس ومدام ناجحه فكل واحد خلاص مدام جرب تكنيكه بيبقى ناجح معاه بالزبط. فما بيبقاش في مانع من استخدامه. انا بصوا بخلط مش بعجن، وبكون مجهزه طبعا الفرن على 180، بكون مجهزه صينيه حرف رفيع صاج بالظبط، احنا بنعمل فيه السويسرول بالظبط، وهو انا عايزاه في سمك السويسرول. طيب. يعني خلاص بصي الخليط كده خلص. بصوا الخليط اصلا السمك لبن سخن، عايزين بقى هنقلب الابيض البيض والسكر والنشا مع بعض وننزل عليهم باللبن. انت عايزه بوله؟ بوله او اي حاجه بسيطه. حلوه قوي كده اهو جميل. كاسترد بقى صفار البيض مع السكر قلبتهم كويس، بنزل بالنشا بقلب برضو. مقدار النشا ده يا اما المقدار نص نشا ونص بودره كاسترد، او كلها نشا او كلها كاسترد، النتيجه هتبقى برضو واحده. لا عادي لازم النشا تعمل كده. طيب انا بعمل ايه؟ اللبن ده سخن، لو نزلته مره واحده على البيض هيسولي البيض وهيبهدل الدنيا، فبعمل حاجه اسمها تهيئه، بنزل بس جزء وانا بقلب كده. بناخد البيض على درجه الحراره اللي هي جايه له من اللبن، بقلبه كويس. اهم حاجه السرعه في المرحله ديت عشان البيض ما يستويش معانا. لو في حاجه مصفى جنبنا او حاجه مصفى سلك انه يفضل بعد ما اعمل الخطوه دي وانا برجعها على النار ان انا نرجع يعني نطلع على مهلك. ممكن نطلع فاصل ونجيب مش مشكله، بس انا هقول لهم على الخطوه دي. تمام. عشان نبقى ضامنين ان هو يبقى ما فيهوش تكتلات او ان في حاجه مكلكعه فيه، فده بصفيه وانا بصبه كده. تمام. وانا بصب بصوا بقلب. يبقى احنا خدنا شويه من الحليب هيأنا بيه البيض، درجه حراره البيض جهزنا البيض، او عشان ما ندروش صدمه مره واحده ان هو ياخد درجه الحراره بتاعه الحليب بالظبط. وبعد كده رحنا حاطين الخليط على ارجع بيه على النار بالظبط، وارجع بيه على النار وايدي فيه لحد ما يبدا ياخد يتقل يبقى زي المهلبيه او قوام الكاسترد اللي انا عايزاه. تمام. تمام. طيب عملنا الكاسترد، ولازم لما يعمل اسيبه كده يبرد خالص، ما ينفعش استخدمه وهو سخن ابدا. وضربت كريم شانتيه عادي، اي كريم شانتيه عايزينه. وعملنا جناش، الجناش ده عباره عن
شوكولاته غامقه وكريمه لباني. كريمه لباني بنسيبها اول ما بتغلي بروح محطه فيها الشوكولاته الغامقه وهي متقطعه او مفرو مبشوره، بسيبها فيها واقلب وتخلصت، ولازم تكون ساقعه خالص عشان نقدر نستخدمها. يبقى كل مكوناتنا ساقعه مش ساقعه في درجه حراره الغرفه، مفيش حاجه سخنه. الجناش مش سخن والكاستر دول كريمه مضروب اللي هو الكريم باتيه. طيب. اللي احنا عملناه والكريم هنعمل موس عادي. واو عندنا جيلاتين باودر وهنحط عليه شويه ميه سخنه. الجيلاتين ده هو اللي بيمسك لي الكيكه الموس. ياسمين نعم الكيك مفضل ان هو يتعمل في نفس اليوم ولا قبلها بيوم؟ ممكن طبعا قبلها بيوم، ويقدر علشان نحطه في الفريزر كمان. الكيك بيتخزن وهي الشوكليت موس كمان نقدر نحتفظ بيها في الفريزر كمان بعد ما نعملها خالص. بعد ما نعملها وتقعد في الفريزر وتطلع تاني. بصوا الشكل النهائي للموس الشوكولاته او الشوكليت موس اللي ياسمين عاملاه. اول حاجه كمان انا دوبت الجيلاتين اهو جهزته، هخلط بقى المكونات ايه؟ كاسترد وكريمه وجيلاتين، عملنا موس فانيليا. تمام خلوا بالكم اللي بصي هقول لك على حاجه بصراحه يعني انا كحلويات انا يعني زي امي ربنا يديها الصحه، بسبوسه وكنافه وجلاش حاجات بتاعت امهاتنا. تمام لما بعمل جاتوه وبعمل تورته والكلام ده كله يا سلام ببقى ايه يعني، واقعد اذاكر واحفظ واعمل حاجات بس هو كتير. الحلويات لطيفه وسهله هي بس محتاجه اللي انها بيحبها. انها بتتجرب. لا ليه اللي بيحبها يعني. بحط الكريمه الكاسترد والكريمه قد بعض، ده لو هعمله فانيليا كده، والجيلاتين ده فانيليا. تمام. طيب بصوا الكريم باتيسير، بصوا هو السمك ده اللي انت عايزاه. اديني بقى المضرب بقى اللي عندك ده. تمام كده مضرب اهو. تمام انا ممكن استخدم جابت لي مضرب. بصي كده. تمام بالظبط. بصوا وصل السمك ازاي ويبرد خالص، بيتحط في بوله ونحط على وشه يا اما ستريتش يا اما كيس ثلاجه مفتوح ونلزقه. رش السكر او مكعبات زبده صغننه. تمام. هتحافظ لنا عليه انه ما يعملش القشره ده عشان ما يبص. تمام بس لو مش عايزين نحط رشه سكر او الزبده بورقه بلاستيك كده عليها تكون ملامسه للسطح. كيس ثلاجه نفتحه ونروح حاطينه ولازقينه علشان الوش بتاعه ما ينشفش. بالظبط. انا هنا على ام محمد وهي ياسمين بتضرب الكريم باتيسير والماستر كريم الكريم شانتيه. نهم الكاسترد والكريمه واحط الجناش اللي هو هيديني طعم الشوكولاته. طب احنا دلوقتي ما انا دلوقتي انا قاعده اهو بتفرج عليكي ومش عايزه حاجه تعدي مني. أوكي. تمام احنا دلوقتي ضربنا خدنا كريم باتيسير كريم شانتيه قد بعض. تمام. نفس يعني الوزن. يعني انا مثلا انا دلوقتي ما بشتغلش بالميزان. اوكي. انا دلوقتي بتعامل زي الستات اللي في البيت. دلوقتي ما بشتغلش بالميزان. اوكي. ضربت مثلا كوبايه كريم شانتيه. اوكي. تمام والمقدار اللي هو بتاع الكريم باتيسير. اوكي. تمام اما اجي احطه هنا املى كوبايتين قصاد بعض او بولتين زي بعض. الاثنين زي بعض. طيب. اثنين زي بعض. مقدار الجناش الجناش المفروض قدهم، بس اللي عايز يحط اكتر طعم شوكولاته اكتر يحط. تمام. عايز يحط اقل يحط. يبقى التلاتة اللي احنا ضربناهم وسبناهم بدرجة حرارة الغرفة قد بعض، التلات بولات قد بعض. وخدي بالك كمان المقدار اللي بنعمله حسب الصينية او الحاجة اللي هغرف فيها هعمل فيها. يعني انا مثلا هعمل في الفورمة دي. تمام. وهجيلكوا ازاي الفورمة دي عملناها. بس كده خلاص بكون مجهزة الجيلاتين. طب ثواني لازم ايه؟ مش سامعاك يا جنب. طب هو احنا ينفع بعد ما نحط الثلاثه على بعض نضرب بمضرب كهرباء؟ ممكن نضرب بمضرب كهرباء. يعني نعومه اكتر من كده؟ بالظبط ممكن. تمام. ممكن ده ما عنديش مشكله خالص، ممكن نضرب باي حاجه. مضرب الكهرباء اهو. كل ده لما هيتحط في القالب مش هيبان، كله هيبقى ميه واحده او عجينه واحده، كله هيبقى واحد. احنا حتى في الكيك مش هتحس بيه. تمام. بس جهزنا خلاص الخليط ده. باجي اعمل ايه؟ بكون مثلا عندي الصينيه اللي بتتفتح من الجنب مثلا. تمام. او الفورم دي موجوده في كل حته، بغلفها ببلاستيك من ناحيتين وباجي اروح فاتحه من ناحيه واحده من فوق وجايبها على الجناب، وتبقى دي القاعده بتاعتي عشان ما تلزقش. ما عنديش الصينيه من اللي بتتفتح ياسمين حلتها لنا هي. الاطارات دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات بالظبط في كل حته بكل تمام. المقاسات. تمام. باجي بعمل طبقه الكيك اهو، عملنا ادي طبقه الكيك
واروح حطها في النص، ما بوصلهاش للجناب لان ببقى مش عايزه طبقه الكيك دي تبان من بره. انت عايزه الموس هو اللي يبقى مغلي في الكيكه، هي طبقه في النص. تمام. ممكن اعمل ايه هنا؟ ممكن بعمل حاجه ان انا بروح واخده كميه من البندق بشويه جناش كده، تمام، وخلطاهم. دي بتبقى حاجه كرانشي في وسط الكيك لان كلها يا موس فكله حاجات ناعمه. تمام. فبدي طبقه سواء بندق فيه او سوداني او حسب الموجود عندي، اي مكسرات موجوده بس تدي كرانش. وممكن البسكوت الويفر اللي هو بتاع الايس كريم ده بعمله برده بجناز زي كده، واروح عامله طبقه بسيطه كده. تمام. فوق الكيك هتدينا حاجه طعم كريسبي كده في الموس، واسيبها تبرد عليها يعني. تمام. هو كده كده اصلا الجناز بتاعنا بارد، هو بارد. لا تمسك عليها يعني. تمسك يعني. بالظبط. تمام تمام. واجي اروح برضو وحاطه طبقه الموس. عامله بقى طبقه الموس. هي طبقه كيك واحده ممكن، لسه هقول لك، طبقه كيك واحده او ممكن بعمل لاير يعني، حطيت طبقه كيك وطبقه موس وادخلها تمسك شويه في الثلاجه، واروح عامله طبقه كيك كمان. بس لو فريم اكبر او لو حاجه اوسع يعني. تمام. لكن حاجه صغيره كده هي طبقه موس هتبقى واحد. طبقه مناسبه واحده. ممكن نعمل حاجه كبيره زي كده، صينيه تكفي عدد. تمام. او نعمل وحدات يعني فرم زي دي صغننه الفرد، زي دي يعني، دي الفرد مثلا. تمام. وممكن نعملها في كاسات يعني، يبقى حلو. نفس القصه، نفس اللي عملناه ده كله، الكيك ده بنعمله في كاسات برضو، بنحطه في كاسات ونحط عليه الكريم عادي وننزلها. تمام. طيب عشان احنا كده وقت حلقتنا جري مننا يا ياسمين، احنا خلاص خلصنا. طيب احنا بنحط طبقه الموس خلاص. خلاص. ونسويها وندخلها التلاجه تمسك او في فريزر، ونقدر نحتفظ بيها في الفريزر لفترات. طيب تمام. وبنطلعها، بنطلعها بعد ما بتبقى جامده. لو هديها جناش يبقى لازم اكون مدخلاها الفريزر عشان الجناش بيبقى دافي شويه ما يسيلش. فبنفس الجناش اللي احنا استخدمناه فيها بنغطيها بيه ونزين. تمام. اي تزيين. تمام. تسلم ايدك. انا عايزه بقى ايه، نجيب اللي هو اللي احنا اللي انت عاملاها. يلا هنقطع قطعه يا جمل وننهي على طول، حقك عليا. نقطع بقى طبق حته كده يا ياسمين. يلا نقطع عشان نوري حبايبنا. عندك بتاعت الكيك؟ ممكن نشيل بالسكينه. ماشي. بص علشان هنتضرب. احنا ما فيش حد يقدر يضربنا يا شفنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بالراحه بالراحه بالراحه. بس ثانيه واحده، بصوا شكل الموس عامل ازاي، وطبقه الكيك تحت وطبقه المكسرات في فوق الكيك على طول. نحطها هي بس تطلع من الثلاجه على التقديم. طيب انا معايا اتقلبت. ماشي حلوه. تمام. كانت النهارده كانت النهارده منوراني ياسمين طايع، عملت لنا شوكليت موس زي ما حضراتكم شايفين كده.